كبير، ويجب ان فريق نادي العربي يلاحق نفسه ولا راح يخسر الشوط اذا ما قدر المدرب انه يعمل شيء ويقوم بالارشادات والتبديلات المناسبه في الشوط الثاني. جماهير غاسية تشجع لاعبي الفريق 19-14، فارق كبير، وحسين الشاطي على الارسال وصافرة الحكم وبداية الارسال. خطأ من حسين الشاطي 15-19. نور الدين زيد، عامر سليم، كرة قوية. شوف شوف حركة عنكبوتية من عامر سليم، عادة نسميه رجل المطاطي، ولكن اليوم هالكرة هذه صراحة شكل الجسم. أيضا عامر سليم، عامر سليم 21-15. ينزل عبد الرحمن العتيبي مرة ثانية، ويطلع حامد القلاص. الفارق الآن كبير 6 نقاط، والأمل بدأ يتضاعف للحصول على الشوط الثاني بالنسبة للفريق العربي. زيد الكاظمي، البحور يرفع، ميلادين تلمس حالة الصد وترجع. عبد الرحمن العتيبي لنور الدين، تنزل لزيد الكاظمي يرفعها، وحق الصد ما يلحق عبد الرحمن العتيبي. نقدر نقول 80% من الشوط هذا لصالح فريق نادي الغاسية، او 85. عبد الرحمن العتيبي متاثر، ونور الدين على الارسال. نور، عبد الرحمن، بحوم، جاب الله جاسم، وينهي الكرة 17-22 للغاسية. سلام سليم، اللياقة البدنية بدأت تنزل بالنسبة للاعبي النادي العربي. كرة خارج الملعب من سعد صالح، أصبح الفارق 18-22. هل يستطيع لاعبي العربي أن يرجعون النقاط مرة ثانية الفارق مثل ما سووا في الشوط الأول؟ كرة ذكية من عامر السليم، 3 نقاط متتالية، واحدة من الضربة الساحقة، واحدة من البلوك، واحدة من البليس. يدخل فيصل الرميضين مكان عامر السليم على الارسال. هذا فيصل الرميضين. عبد الرحمن العتيبي يستقبل للبحو، عبد الله جاسم، الكرة داخل الملعب. 19-23. وميلادين، شوف كرة عبد الله جاسم داخل الملعب، وميلادين على الارسال. استقبل نور الدين، يوسف سليمان، ترجع لعبد الله جاسم في لمسة، في لمسة، برافو، في لمسة بإشارة من الحكم الثاني. أشر الحكم الثاني إنه في لمسة. و20-23 ميلادين لفيصل المضين. زيد، ترجع من سلطان، زيد مرة ثانية، يوسف، ترجع ميلادين،
وايضا خلص الفارق من 6 نقاط الى نقطتين، فعلها النادي العربي، سواها الشباب وخلص الفارق كما عملوا في الشوط الاول 21-23. طبعا الفريق اللي يكون كسبان في الشوط بنقاط اكثر من 4 نقاط يبدا يعني مستواه ينزل شويه، لانه يكون قد اكد الفوز لفريقه، وبالتالي يكون حماسه اقل شويه ينزل، فبالتالي يستطيع الفريق الاخر انه يستغل هذا الضعف او هذا النزول في الحماس ويتقدم هو الاخر ليكسب الشوط. 21-23 ميلادين ماجك على الرسالة، هذا ميلادين، ارسال نور الدين زيد، ترجع لسعد صالح، يوسف سليمان، نور الدين، ميلادين رجعها خالد البحور، عبد الرحمن العتيبي، ترجع زيد، يوسف سليمان، حاصل من البحو سلطان السلطان، شوف الكره، شوف البحو رقم كسر القامه، ولكن يقوم بعمليه الصد. 22-23 نقطه واحده تفرق نتيجه بين العربي والقادسيه. ميلادين والكره خارج الملعب، الكره هذه ما كان في وقتها ابدا يا ميلادين، كان ممكن تركز شويه، عدم التركيز سعد صالح ورمضان لعبد الله جاسم في تاتش بلوك 23-24. يجب الان فريق نادي العرب يكسب النقطه هذه عشان يتعادل ويعمل كما عمل في الشوط الاول. 23-24، عبد الله جاسم، عبد الناصر، زيد، نور الدين، وترجع على القادسيه، فعلوها الشباب وتعادلوا مره ثانيه كما فعلوا في الشوط الاول. يا ترى هل تصبح النتيجه كما هي؟ شوف 24-24 كان الفارق 6 نقاط يا شباب، يا جماهير 6 نقاط. طبعا هذه من الامور، انا قلت لكم 85% لنادي القادسيه، ولكن دارت الكره وتعادل الفريقان 24-24. هل يفعلها القادسيه كما فعل في الشوط الاول، ام يغير مجرى الساعه وحركه الساعه هالمره فريق نادي العربي؟ يعني هل ساعة تف من جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ إرسال مع فريق النادي العربي، عبد الله جاسم، 24-24، عبد الله جاسم، عبد الناصر، زيد، يوسف، تلمس حائط الصد، سلطان، وتطلع خارج الملعب. طبعا كان قاصده شوف ماخذ زاويه خارج الملعب، يطلع زيد الكاظمي، تبديل تكتيكي، يطلع زيد الكاظمي وينزل بشار احمد، والارسال مع يوسف سليمان، 25-24 القادسيه. يوسف، مشعل، البحو، سلطان، ترجع مرة ثانية، نور الدين، ترجع، هاي العقل، عبد الله جاسم، وينتهي الشوط الثاني أيضا، 26-24، نفس السيناريو، نفس الإخراج، نفس التأليف في الشوط الثاني كما حصل في الشوط الأول. طبعا واحد يقول لي ليش يصير كذي؟ ليش فريق يتقدم ياخذ 6 نقاط ويتعادل وبعدين يخسر؟